السؤال المهم، والنهارده ان شاء الله الساعه 8 مساء هيلتقي الاهلي مع بيراميدز في مسابقه الدوري ضمن المنافسات الاسبوع ال 33. بيتسو موسيماني مدير الفني اعلن بقى قائمه الفريق امبارح حقب التدريبات، وضمت كل من علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، صالح جمعه، وليد سليمان، وحسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه، ومحمد مجدي قفشه، اليو باتجي، واحمد الشيخ، احمد فتحي، جونيور اجايي، محمد هاني، وشادي رضوان، محمد شكري، عربي بدر، ومحمد فخري. كل التوفيق يا رب ان شاء الله رجالتنا النهارده والفريق باذن الله. ماتش هيبقى قوي جدا يا كريم. اكيد ان شاء الله، وزي ما اكيد حضراتكم لاحظتم مش من ضمن الاسماء اللي نهاوندا قالتها اسم حارس عرين النادي الاهلي محمد الشناوي. واضح ان هو طبعا ويعني بطبيعه الحال برغم التالق الكبير اللي ظهر عليه الفتره اللي فاتت، لكن للاسف الشديد هو ليس في قائمه الفريق، وده سبب قلق لناس كتير جدا، واعتقد ان هو هيكون مطول حبتين في الاصابه. لكن محمد الشناوي بنفسه اكد في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الاهلي انه جاهز للمشاركه في مباراه الوداد لتحقيق هدفه الابرز في المرحله الحاليه، وهو التتويج بدوري ابطال افريقيا، وايضا اللعب في بطوله كاس العالم للانديه. فبالتالي بنطمن كل الاهلاويه على حارس الاهلي ومنتخب مصر، وانه قريب جدا ان شاء الله وعقب انتهاء برنامجه التاهيلي سيعود لحراسه عرين النادي الاهلي من جديد. انا اعتقد ان دي خطوه يعني سليمه، لان احنا محتاجين نريح الشناوي بصراحه، احنا محتاجينه في الماتشات اللي جايه بشكل كبير جدا. وهو شارك في كل يمكن الماتشات برضو اللي فاتت، صحيح، او معظمها. فبتهيالي دي فتره راحه ضروريه يعني لاعاده فعلا هنا العوده مره اخرى يعني، واستكمال المباريات وان شاء الله القمه الافريقيه يعني بشكل كده سليم باذن الله.